لوزارة التضامن هو على المستوى الجهوي والتعاون مع مؤسسات شركة أنه تهيئة فضاءات خاصة بالأطفال اللي هما في وضعية إعاقة ومتخلى عنهم. توقيع اتفاقية إطار بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وبين مؤسسة العمران، نعتبرها محطة مهمة جدا لتعزيز الالتقائية والتكاملية والتنسيق بين المتدخلين في مجال مهم جدا اللي هو في مجال الولوجيات. تعلمون أنه اليوم القانون المؤطر لعملية يعني الولوجيات صدر من 2003، ولكن استكمال تنفيذ يعني القرارات التنظيمية المرتبطة به وكذلك لتبادل الخبرات ولتسريع وتيرة الولوجيات لتكون مدننا كلها مدن ولوجة، فما تقوم به مؤسسة العمران من مجهودات على مستوى التنمية المحلية وعلى مستوى يعني إنجاز مشاريع على مستوى الأرض، أكيد أن استحضار البعد الولوجيات سيكون مهم جدا لجعل مدننا وفضاءاتنا ولوجة، ونحن نشتغل اليوم على إدارة ولوجة، يعني على واحد الشارة اللي سميتها مدن ولوجة وكذلك إدارة ولوجة، وبالتالي كنحتاجوا أن هذه المؤسسات أن تساهم معنا في جعل كل فضاءات وجعل كل مدننا ولوجة، إضافة إلى ما ستقدمه العمران من خلال هذه الشراكة من دعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء في يعني في البرمجة ديالها على مستوى البنايات أو التأهيلات الجديدة البنايات الجديدة، وكذلك على مستوى سد الخصص وخاصة الأشخاص اللي هم في وضعية صعبة سواء منهم المسنين أو الأشخاص الأطفال أو الأشخاص في وضعية إعاقة أو كذلك النساء في وضعية صعبة. فكنعتبر اليوم أن هذه الاتفاقية هي ثمرة لقاءات وتنسيق امتد يمكن أكثر من سنة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة لتعزيز هذا التعاون والتنسيق عبر توقيع هذه الاتفاقية الإطار. حدث مهم لمجموعتنا، وأشكر كل المواكبة والعمل اللي قمنا به من أجل هذه الاتفاقية اللي غنقوموا إن شاء الله بتوقيعها. إذن الاتفاقية تدخل في إطار تعزيز كل الإجراءات وسياسة ديال المجموعة الاجتماعية والمسؤولية اللي عندنا في إطار الاستراتيجية ديال المجموعة ديال المسؤولية البيئية والاجتماعية. فمجموعة العمران كما تتعرفوا هي المؤسسة ديال الدولة اللي تتكلف بتنفيذ السياسة العمومية في قطاع البناء والتهيئة الحضرية، وفي هذا الإطار يعني من الطبيعي باش نشوفوا كيفاش نقدروا نحسنوا يعني هذه العملية تجاه كل المواطنين وخصوصا المواطنين تعرفوا يعني وضعية خاصة أو الناس اللي عندهم واحد يعني الوضعية ديال الإعاقة. فهذه مسؤولية ديالنا وتنخدموا باش هذه العمليات تعرفوا عندنا مدن جديدة، عندنا 52 قطب حضاري على المستوى الوطني، عندنا أكثر من 160 مشروع جديد كل سنة تنقوموا به. فحنا تنخدموا منذ سنوات باش ندخلوا فيه هاد التدابير اللي مهمة لتحسين هاد الولوجيات. فهاد الاتفاقية مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تتساعدنا في هاد الإطار، وتنظن أن كلما يساهم في تقوية الالتقائية والعمل التشاركي مسألة مهمة جدا. فهناك كما شفتي عدة محاور ديال هذه الاتفاقيه اللي غتساعدنا باش نقويو هذه المسائل اللي تتعلق بالولوجيه، والمسائل المهمه كذلك ان كل الناس اللي تيخدموا داخل المجموعه مسؤولين تقنيين ولكن كذلك ديال الشركات والمهندسين المعماريين كل هاد الشركاء ديالنا حتى هما غادي يكون يعني عمليه ديال التحسيس والتكوين باش نحسنوا هذه المسائل اللي تتعلق بهذه الولوجيه.